هنا وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع في هذا المساء. 12 راس مشارك يتنافسون في الشوط المخصص للخيل المهجنة الأصيلة، الشوط مشروط الدرجة الثانية لمسافة 1900 متر. من أمام المقصورة الرئيسية تمر الجياد كلها الآن محاولة بالتقدم أكثر. بيرلبريج في المركز الأول والمركز الثاني، نتابع كلين بولت، بينما ثالث المراكز ليجودي والمركز الرابع لجلوسي بوس، أما خامس المراكز على ما يبدو لي لأبولاند. الآن إذن محاولة التقدم من الجياد، لازلنا مع المركز الأول ومع بيرلبريج والسادة مربط المرقاب، بينما متابعة لصيقة خطوة بخطوة من كلين بولد للسيد أحمد محمد علي الشيب، والمركز الثالث الآن لجلوسي بوس للسيد عبد الله مبارك الجفالي النعيمي مع المدرب ماجد سيف الدين، المركز الرابع جودي والمهندس حسن علي عبد الملك المدرب إبراهيم المالكي والخيال إفريد فايفر، متابعة أيضا في خامس المراكز على ما يبدو لي الآن لأب هولندا ومربط الغزالي والمدرب جاسم محمد الغزالي والخيال هاري بنتلي، مدهش الآن يدخل على الخط المدرب الماندي ميول والمالك السادة أم قرن واجيتون فايكون. لازلنا باللون الأزرق الغامق مع بيرل بريج في المركز الأول ومدهش وغلوسي بوس محاولة التقدم في المنعطف الأخير. نتابع آخر 400 متر هنا ولازلنا مع بيرل بريج في المركز الأول، كلوسي بوس الآن تقدم ومدهش في ثالث المراكز، هنا الخط المستقيم آخر 200 متر، الاندفاع القوي من الجياد، لازلنا في المركز الأول مع بيرل بريج في المركز الأول، اندفاع من كلوسي بوس وأيضا من مدهش، بيرل بريج أبرز الترشيحات مع بيرل بريج إلى المركز الأول، تهانينا لمربط المرقاب والمدرب زهير محسن والخيال مارفين سيورلاند. إذن النتيجة النهائية ورسمية بالنسبة للشوط السابع، المركز الأول بيرل بريج المركز الأول مع المدرب زهير محسن ملك السادة مربط المرقاب والخيال مارفين سيورلاند، المركز الثاني لجلوسي بوس مع المدرب ماجد سيف الدين ملك السيد عبد الله مبارك الجفالي النعيمي والخيال بيير كونفرتين، والثالث المراكز لرقم 7 مع مدهش المدرب الباندي ميول ملك السادة أم قرن والخيال جيتون فايكن، المركز الرابع لرقم 1 بيتسامبا المدرب إبراهيم المالكي ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والخيال سيدريك سيجون، خامس المراكز لأب هولند مدرب جاسم محمد الغزالي وملك السادة مربط الغزالي، أما الخيال فمع هاري بنتلي. ألف مبروك تهانينا للفائزين في الشوط السابع، والشوط القادم بإذن الله سوف يكون الشوط الثامن على كأس الدوحة للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي.